مساء الخير وأهلا بيكم حضرات السادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم كلام عسل. تقديمي أنا دكتور هالة عسل، وأرحب بالسادة الضيوف اللي معايا ومنوريني النهاردة. أستاذة منة النجار، مفسرة أحلام وخبيرة علاقات أسرية. أهلا بيك يا أستاذة منة، منوراني. والأستاذة نادية أبو سنة، أخصائي تربية خاصة وخبيرة إشارات. أهلا بيك، منوراني. والباشمهندس يحيى عبد العال، صاحب شركة 3D Arts. أهلا بيك يا باشمهندس، منورنا. أهلا بيكم. معانا كمان الشيف هاني. أهلا بيك يا شيف هاني. هيعمل لنا النهاردة إن شاء الله أكلة. زي ما عودناكم إحنا بنعمل وجبة، مش وجبة عادية لكنها وجبة علاجية. هيعمل لنا وجبة إن شاء الله، هنقدم وجبة النهاردة للطفل الداون. كل مرة بنعمل مينيو جديد لطفل جديد من أطفالنا قد الحياة، أو لأي حد عنده أي مرض. زي ما قلنا قبل كده، حد أي طفل أو أي شاب مدمن، أي طفل عنده إعاقة، أي حد عنده اضطراب نفسي برضو ما نسيناش. مرضى السكر، مرضى الضغط، حتى مرضى الأسنان هنقدم لهم وجبة علاجية. فاستنونا إن شاء الله، هنعمل لكم كل مره وجبه علاجيه. اهلا بيكم. وهنتعرف بس على الباشمهندس يحيى. اهلا وسهلا دكتور. اهلا بيك يا باشمهندس. تقدر دكتور تكلمنا عن شركتك؟ عندنا شركه ديكورات 3D، كلها ان شاء الله ابتكارات وتجديدات وتصميمات 3D، موبيليا، ارضيات، حوائط، اسقف، تاتش فلاور، بروجرام سيلف ليفنج، كل ما يخص الديكور الجديد او الابتكار الجديد. اهلا بيك. اهلا وسهلا. هنتعرف بس على الوجبات، على المنيو النهارده. شيف هاني من فضلك تقول لي كده. هنعمل النهارده عصير محتوى فيتامين قوي، بنجر والرمان مع العسل والبرغل. طبعا كل ما هو احمر داكن في الخضار والفاكهه فهو ليه مستوى عالي جدا جدا من الفيتامين للجسم، محتواه بيبقى عالي جدا. ومش هنستعمل السكر، هنستعمل العسل للتحليه. بالنسبه للعصير اللي هو الايتم الرئيسي، هنعمل فيليه بالخضروات، وفي ايتم تاني للاطفال حلو، هنعمل جمبري مع الفروت سلط والسبانخ، والمحتوى بتاعهم عالي، الفيتامين بتاعه جدا جدا. حلو قوي يا شيف هاني، ده منيو ما شاء الله رائع وفعلا غني بالقيمه الغذائيه اللي هتفيد ولادنا. وفعلا حقيقي القيمة الغذائية الموجودة في الوجبة النهاردة حلوة جدا وهائلة جدا، فيها أوميجا 3، وإحنا عارفين طبعا فايدة أوميجا 3 بالنسبة للولاد الداون، إنها بتزود الإدراك، بتزود الفهم، بتنمي الذكاء، بتعمل حاجات كتير. إحنا يعني هي يعني أحماض دهنية مفيدة جدا لولادنا الداون، ولادنا كتير قد الحياة أو اللي هم ذوي القدرات الخاصة. كمان أنا شايفة عندك العصير البنجر ده مهم جدا عشان فيه حديد. إحنا عارفين إن ولادنا الداون برضو دايما بيبقى عندهم نقص في الحديد عشان سوء هضم وعسر هضم والكلام ده. ففعلا حقيقي المنيو بتاعتك النهاردة يا شيف هاني شاملة وجميلة ومناسبة قوي لولادنا دول. إن شاء الله هنتكلم دلوقتي بالنسبة للشركة بتاعت الباشمهندس يحيى. كلمنا برضو عن شركتك كده 3D يا باشمهندس. عندنا ان شاء الله يعني النهارده هنقدم كل ما هو جديد في عالم الديكور. عندنا ارضيات 3D، عندنا حوائط اسقف فرنسيه، عندنا اسقف سيلف ليفنج، عندنا تاتش فلاور، عندنا البروجرام، تمام. عندنا كل ما يخص ما هو ديكور جديد ان شاء الله. انت قلت لي ان الشركه دي عاملها، انا استاذن بس مخرجنا الكيلاني من فضلك تعرض لنا الشغل بتاع الباشمهندس يحيى عشان نبص عليه كده نشوفه. قلت لي ان انت بتعمل حاجات كمان يا باشمهندس ريسايكل، يعني حاجه لو عندك حاجه قديمه موجوده في البيت او عند اي سيده. في عندنا برضو فيديوهات معروضه، تمام. عندنا في فيديو هو اتكلمنا عنه، دي الرخامه دي كانت جلاله وانا عملتها جديده بالايبوكسي، تمام. ممكن نتفرج على الفيديو واحنا شغالين. دي الرخامه ديت، دي انا كده دلوقتي انا بطلع احط الايبوكسي بتاعي، تمام. دي الرخامه دي كانت قديمه وكانت مشرخه وكانت يعني على قدها. فطبعا العميل لما كلمني وقال لي يا باشمهندس احنا عايزين نجدد بس عايزين نوفر وعايزين نقلل التكلفه، فربنا كرمنا وجبنا الايبوكسي واشتغلنا بيه، تمام. دي دلوقتي لسه هتترخي، ما يبقى فيها شغل الترخيم. ده ايبوكسي، تمام. طيب كمل يا باشمهندس. عندنا برضو ان شاء الله في فيديوهات تانية هتتعرض.
وفي صور هتتعرض. يعني انت كده المطبخ ده عملت له ريسايكل؟ ده ريسايكل كان يعني كان قديم وجددته. اه تمام. عادي بتعملوا ده عندكم في الشركه؟ ده موجود يا فندم. اه تمام. ايه كمان نشاطاتكم في الشركه يا باشمهندس؟ وبنعمل كل ما هو ديكور جديد وكل ما هو مبتكر، يعني كل ما هو فيه ابتكار وكل ما هو فيه ديكور جديد بيطلع زي ايه؟ بنقدمه. عندنا زي الموبيليا مثلا. لو ده اسقف. ده كده ايه؟ دي اسقف 3D. فيها الياف ضوئيه، فيها اوبتك فايبر. تمام. دي كلها بتشتغل بالريموت كنترول. تمام. حلو قوي. يعني نبقى قاعدين كده ونشغله واحنا قاعدين. ايوه يا فندم، كله بالريموت كنترول. تمام. حلو قوي. وفي طبعا النايزك، وفي الرسومات 3D اللي هي لسه يعني جديده في السوق المصري. تمام. دي برضو موجوده معانا. تمام. يعني انتوا بتعملوها الماتيريال او الماده بتاعتها ايه؟ هو الاول بنطلع نعمل الديزاين بتاعنا. تمام. وبنفرجه للعميل. فالعميل حسب ما هو بيختار. دي الماتيريال ديت ديسكور الماني. تمام. في ماتيريال كتير شغالين بيها. في الكوتد وفي الكانفاز وفي الاستريتش وفي السيلف ليفنج وفي في ماتيريال كتير في السوق. هنستأذنك يا باشمهندس الشيف يقول لنا المقادير بقى بالنسبه للعصير. ونستأذن طبعا المخرج ان يحط لنا المقادير على الشاشه. والرمان، البرقوق، والعسل. بالنسبه للفيليه الخضار هيبقى بصل والجزر والكوسه والبسله والكزبره الخضراء والذره. تمام. بالنسبه للروبيان الفروت هيبقى في تفاح وافوكاتو واناناس مع السبانخ. تمام. طيب نبدا بقى يا شيف، يعني ابدا كده عشان ايه تدوقنا الاكل بتاعك الجميل ان شاء الله. هنرجع بقى للاستاذه منى مفسره الاحلام وخبيره العلاقات الاسريه. بيجي لنا مشكلات كتير على السوشيال ميديا على موقع البرنامج. استاذه منى، جالنا مشكله قريب، واحده بتقول انا لقيت سيم كارد في جيب جوزها، وبعدين خدت السيم كارد ده حطته في الموبايل، وبعد كده لقيته اكتشفت عن طريق من طريق السيم كارد ده ان هو بتقول ان هو خانها واتجوز عليها. فايه راي حضرتك في المشكله دي؟ والله انا رايي في المشكله ان لما اي واحده تكتشف ان في خيانه او ان هي بتتعرض للخيانه من الزوج، فالاول خطوه تاخدها ان هي تكون صديقه ليه، مش تكون رقيبه عليه. صديقه ان هي تشوف الخيانه اللي هو خانها لها دي، هل خيانه، هل هو عنده شيء مرضي، يعني هل الموضوع متكرر اكتر من مره، ولا هو اول مره يخونها. طب لو الموضوع اول يتكرر اكتر من مره فلا، تقعد وتتكلم معاه وبهدوء كده. الموضوع اول مره ما تتكلمش معاه تماما، وتحاول تشوف هو خانها ليه، او ان هو عرف عليها حد ليه، او ايه نوع الكلام اللي هو ما لقاهوش فيها ان هو يعرف ان هو يتكلموا معاها، ان هو لجأ لحد تاني يتكلم معاه. وهو اكيد لما انا بصي مش عاوزه اجيب ان هو الراجل دايما خاين وان هو دايما مذنب، صح يا دكتوره ناديه؟ ايوه دكتوره ناديه شكلها يعني حضرتك عايزه حضرتك بترجعي السبب للست. هو مش للست، هو بصي انا مش عايزه اخليها وكيل نيابه عليه، ومش عايزه اخليهم الاثنين دايما يكونوا خصم مع بعض. انا عايزه اخليها صديقه حبيبه. ان هي تحاول ان هي تحتويه، ان هي تحاول تشوف هو خاني ليه. طب هل هو عنده فراغ كافي للخيانه، ام هو عنده احتياج عاطفي، ام ان هو خان لانه فعلا محتاج حياه اخرى. فهو على حسب هو الخيانه بتاعته واصله لفين. طب افرضي هو بطبيعته خاين، او ان هو بطبيعته في راجل زي ما بيقولوا مزواج، بيحب يغير، بيحب التغيير، لا بيحب هو مزواج الخيانه. تختلف عن الخيانه، مزواج يعني هيتجوز. ما هي خيانة هو ما هي بتقول يتجوز. هو خاني واتجوز، يعني هي يعني معتبره الجواز خيانه. اتجوز يعني واحد عمل حلال ربنا. بالظبط. تقدري تتكلمي؟ انا اقدر اتكلم؟ تقدري تتكلمي؟ لا لا خلاص، هو الموضوع خلصان خالص. فخانها اتجوز. استاذنك معانا اتصال تليفوني. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذة منى؟ استاذة هلا، استاذة منى دي ولا؟ اهلا اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ الحمد لله. حقيقي مش سامعه الصوت قوي. اتفضلي. سامعينك كده حلو قوي. ازيك استاذة؟ ازيك استاذة منى عامله ايه؟ الحمد لله، اهلا بيكي. منوره والله، يا ربنا يحفظك. تسلمي لي يا روحي. تسلمي لي دايما ان شاء الله كده منورين حبيبه قلبي. تسلمي لي يا رب.
معلش يا ست الكل، في حلم صغير كده هقوله بسرعه. طب ما النهارده نخليها ترحيب وبكره حلم. لا حته صغيره بس جايه مشتاقين على فكره. آه يعني بعد غياب كبير. طب يلا قولي يلا. ماشي. انا حلمت ان انا في الجنينه ومرات عم عايزه تقطع لساني وتضربني. بس هي ما عرفتش تعمل لي حاجه، وانا اللي قطعت لسانها وقعدت حزين فيها. طيب خلاص الحقيقه. انا مش تمام. بصي هو خلاص، هو بصي يا دكتور الحلم، ناخده في تفسير في عجاله سريعه. قطع لسانه والكلام ده فهو بيدل على كلام واقاويل، انت بتتكلمي وانا بتكلم، فكل واحده ماسكه على الثاني زله، ماسكه على الثاني حاجه. فزي ما انت هتقولي انا برضو عندي الحاجه اللي هقولها، فهم عايشين في صراع. فهو بصي لا تقولي ولا اي حاجه واجتنبيها وخلاص وتعايشي بس، وربنا يستحرك حالك يا رب. ما شاء الله عليك يا استاذه منى، حقيقي يعني بحس كتير من خلال مشاهدينك ومعجبينك ان انت فعلا ربنا منور بصيرتك. يعني حقيقي حقيقي فعلا شفت حاجات كتير حضرتك بتقوليها مظبوطه تمام بجد. وانت ايه رايك بقى استاذه ناديه معانا؟ الاستاذه منى خبيره فعلا في موضوع الاحلام، لان كتير مشتاقين لها بعد غياب كتير. طبعا بنقول لها الحمد لله على السلامه الاول. الله يسلمك، نورت الشاشه ونورت القناه. كل الناس الصراحه كانوا بيسالوا عليها، حتى اصحابي وزمايلي، وين الاستاذه منى، وين كنتم؟ طبعا موضوع كورونا هو اللي قعدنا في بيوتنا كلنا يعني. خلي بالك الدكتوره ناديه بتهرب من ال لا لا مش بقى من الموضوع الاساسي بتاع الحلقه. فهي داخله في مواضيع ثانيه. مش عارفه نغير بقى. لا احنا نغير جنج بقى شويه. لا يعني احنا عايزين نعرف اصل الموضوع. هي الدكتور بتسالك بتقول لك ايه رايك في ايه في الموضوع بتاع الحلقه بتاعنا، اللي هو الست اللي لقت سيم كارد في ال. بصي خليكم في الطهي احسن بتهيالي. تسلم ايدك يا شيخ. لا الريحه تجنن بصراحه. ما شاء الله. الزوجه اللي واثقه من نفسها يعني عندها بيبقى ثبات انفعالي. تمام. الثبات الانفعالي ده بيخليها بتلاحظ طبعا في قصور من عندها هي خليته ان هو يخونها. هل هي الاول تعالج نفسها الاول؟ لازم. مش تقول له لا ده انت عملت، ده انت سويت، لا 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 لا. شوف هي هل هي اثرت اتجاهه من ناحيته في حاجات كتيره. في ستات هيقولوا احنا على طول قاعدين بقى بنطبخ ونكنس واولاد بالنا من البيت يا جماعه. طب احنا نعمل اكتر من كده؟ لا. هقول لها انت سبتي اهم ركن من اركان الاسلام زي بيقولوا، هو الزوج يعني. تمام. انا بسميه كده. فما انا سيده الاساس، ما هو فين اهتمامه وفين المراعيه بتاعته؟ ما هو ابني وحبيبي وكل حاجه، هو فين من 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 ترتيب يومي اللي هو اللي عماله شغاله فيه 24 ساعه؟ صح. فهو من ده المفروض يعني من ضمن اهتماماتي. والله عارفه انا كلامكم، على الرغم ان انتم حاسه ان انتم بترجعوا السبب للسيده عموما، على الرغم ان في برضه رجاله زي ما بنقول ممكن يبقى عينيها زايغه او انها بتحب تتعدد بدون سبب، ولكن انا بقول فعلا لكل ست في البيت ان ربنا ما وصانيش في القران والسنه على اولادي ولا على اي حد اكتر ما وصاني على زوجي، وصاني على الزوج في القران والسنه، وصاني على طاعته، وصاني على اني اهتم بيه. ومن هنا برضو هربط المشكله دي بمشكله جات لي تاني يا استاذه منى، ان هي في ست اللي هي اللي بنسميها ازمه منتصف العمر، جوزها وصل 50 سنه 55 سنه وبتقول برضو اتجوز عليها. فطبعا ازاي وبتقول عشره عمره وابن عمتي وما اعرفش ايه والكلام ده. فبرضه نفس المشكله، يعني هنلاقي نفس المشكله. هي العلاقه ما لهاش دعوه بابن عمتي، ولا لها دعوه ان هو من عيلتي، ولا لها دعوه ان احنا بينا اولاد، ولا لها دعوه ان احنا بينا عشره. الموضوع حياه وموده ورحمه واحساس وحب، وما فيش حاجه اسمها الراجل كبر او الست كبرت. الست هي اللي بتحب تكبر. بصي هي الارقام دي، العمر ده ارقام. احنا لو انت بصيتي اللي انت كبرتي دلوقتي، انت عندك 55 سنه ولا 60 سنه، انت اللي حاساه من جواكي. لا انا لسه ما كملتش 40 حقيقي. لا 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 السن ده احنا قلنا سن كان قبل كده. فهو اهم حاجه ان الست تفضل حاسه بنفسها ان هي حتى لو وصلت ل 100 سنه ان انا لسه صغيره، لسه في عز شبابي، لسه الحياه لسه بدي. انا لسه بدي. فهو اهم حاجه انت الطاقه الايجابيه اللي انت بتديها للي قدامك ايه. هو حقيقي. نرجع بقى لباشمهندس يحيى، كلمنا تاني عن شركتك كده باشمهندس. عندنا شغلنا ان شاء الله، يا ريت بس يعرضوا لنا الفيديوهات. هم هيعرضوا لحضرتك، اتفضل. ادي دوت سقف 3D. تمام. اول حاجه احنا عاملين جبسون بورد بيت نور، وحاطين السبوتات بتاعتنا، وعندنا هنا عاملين الشكل 3D بتاعنا، الديزاين بتاعنا. تمام. ده بنطلع نشده بالبروفايل بتاعنا طبعا زي ما حضرتك كده شايفين. تمام. ده ديزاين عندنا اكتر من 2 مليون
تصميم بفضل الله، وشركتنا الحمد لله يعني 3 دي ارتست يعني الحمد لله يعني يعني من فتره قليله سمعت يعني حاجه كويسه بسم الله ما شاء الله، مش في مصر بس لا وفي الشرق الاوسط، وربنا رب يبارك للجميع اللي سقف اللي جوه التاني دوت. تمام. طب دي مناسبه للشباب، دي مناسبه جدا يا شباب الجداد يعني يا فندم اللي شغالين كلهم دلوقتي يا فندم كلهم بيطلبوا الشغل الجديد 3 دي. اوكي. النهارده 3 دي بندخله في الموبيليا، بندخله في الاسقف، بندخله في الارضيات، بندخله في الحوائط، بندخله في كل حاجه. ايوه بس بيبقى العريس يعني شويه ما في معانا اكتر من 2 مليون ديزاين، حضرتك اللي عايز تختاريه تختاريه. وحضرتك هي في هل الاسعار في متناول الجميع؟ متناول ايه ده يا فندم؟ عندنا برضو دي شقه يعني احنا عاملينها كلها من اول لاخرها. تمام. ده برضو سقف بطرقه. تمام. احنا عاملين برضو ده سقف دوت، دي حيطان اللي ورا قطعه واحده، دي ارضيه. ودي حوائط اللي ورا اكريليك 3 دي. تمام. ما شاء الله. ودي ارضيه اي بوكسي. ده الاي بوكسي، ارضيه 3 دي. الاي بوكسي ده عباره عن ايه؟ الايبوكسي دوت عباره عن عن ماده سايله، لما بنيجي بنصبها بنطلع نصبها ولازم نسخن عليها بحاجه اسمها هوك او هوتر عشان خاطر يعني يشد ينفعل مع الارضيه، اصل ده في ماده في بيز يعني في الماده او في المصلب بتاعها، فلما بيجي بيتحطوا على بعض يعني لازم يشتغل بسرعه. والديزاين 3 دي ماكس، حضرتك لما زبون لما العميل بيخش يكلمني طب انا عايز ديزاين، بطلع افرجه على التصميمات كلها اللي موجوده. تمام. فبيختار بيقول انا عايز مثلا دلوقتي يا باشمهندس انا عايز الديزاين ده، طب هل ده ينفع مثلا مع الحيطه او ده ينفع مع الارضيه او ده ينفع مع السقف؟ لازم امشي كله، لازم امشي كله ميه واحده يعني الغرف غير الحمام والمطبخ وكده. تمام. لان شايفه فيه اسماك وحاجات جميله خالص، دي بتبقى اصلا انا كمان شايفه ابتكار يعني مش بس صنعه وبارزه ابتكار. يعني حاسه ان الموضوع فيه ابتكار وفي حاجات جديده، فعجبني الموضوع. جميل شغلك يا باشمهندس. ونرجع للشيف كده بسرعه. ها وصلنا لايه يا شيف؟ احنا نقول الطريقه كده بسرعه. بالنسبه للجمبري 4 معالق زيت. وبننزل بالجمبري. بعدين السبانخ. بعد كده الافوكادو. بعدين التفاح لغايه لما يخش في السوى هنديله التوابل بتاعته. تمام. طبعا الـ يعني القايمه اللي انت او المنيو اللي انت بتعمله قوي ده يا شيف فيه مفيد جدا للولاد اللي احنا بنتكلم عنهم. احنا بنتكلم النهارده عن متلازمه داون. عايزه اعرف الساده المشاهدين يا استاذه منى كده ببساطه ايه هي متلازمه. متلازمه دي عباره عن مجموعه اعراض بتظهر على شخص واحد ليها سبب. داون بقى ده ليه سميناه داون؟ سميناه داون عشان اللي اكتشفه اسمه جون داون سنه 1866، وسماه داون هو سمى على اسمه يعني. ورجع يعني وقلنا سبب المرض ده، في ناس كتير قالت وراثي، لكن هو قال لا ده هو ده زياده كروموزوم من الكروموزومات بتاعه الجسم. يعني انا عندي الخليه الذكريه بتبقى او الحيوان المنوي فيه 23 كروموزوم، والبويضه بيبقى فيها 23، اما بنجمعهم بيبقوا 46. لا ده هو في كروموزوم بيتضاعف اللي هو رقم 21 بيتضاعف، ومن هنا بينزل الطفل الداون بينزل باعراضه. وعايزه اسمي اعرف بس الساده المشاهدين يعني ايه كروموزوم. هو عباره عن جسم صبغي بيحمل لينا الجينات الوراثيه او الصفات اللي احنا اللي فينا يعني. والولاد دول طبعا بيمتازوا بحاجات كتير. عارفه يا منى اطفالنا دول دايما بنعرفهم، او يعني الطفل الوحيد في ولادنا اللي قد الحياه اللي بنعرفه والام حامل فيه 12 اسبوع. يعني المتلازمه دي يا دكتور هو في الاخر اللي هم اصحاب القدرات الخاصه، صح كده؟ ولا هم الداون ده طفل من اصحاب القدرات الخاصه. تمام. يعني ده نوع من الانواع. بالظبط بالظبط. والطفل ده يعني والام حامل في 12 اسبوع اعرف اكتشفه، لان بتبقى ملامحه باينه. يعني هو الطفل اللي في ولادنا اللي قد الحياه او ذوي القدرات الخاصه زي ما حضرتك بتقولي، هو وطفل تاني اسمه فراجيل اكس، دول اللي بعرفهم من شكلهم واضح جدا. بلاقي طبعا هو شكله بيبقى قصير شويه عن الطفل العادي اللي في سنه، واضخم طبعا شويه، والراس اصغر، وطبعا شكل العين والانف والفم ده دكتور بيبقى مختلف. اللي هو بيبقى زواج القرايب ولا دي اصلا جينات وراثيه عند الام او مشاكل مرضيه، او زي ما كان الدكتور نادى كنا بنتكلم بنقول ان هو اثناء الحمل في الاول وفي النص وفي الاخر وبعد الولاده، لو الام تعرضت لاشعاع او اي حاجه من ديت او مشاكل في الاعاقه يعني.
هو حقيقي في ناس قالوا جيناتك، يعني في ناس قالوا وراثه، بس في الحاله دي ما نقدرش نثبتها، لان بنجيب الهيستوري او بنجيب التاريخ العائلي للعيله للطفل وبنشوف اذا كان حد فيهم كده ولا لا، بس احتمال الوجود او احتمال الوراثه ضعيف قوي. لكن هو نتيجه تضاعف الكروموزوم ده اللي هو رقم 21، هو بيسموه طفره او يعني اختلاف، ما يعرفوش ايه سببه لحد دلوقتي، بس هو ده السبب الرئيسي ليه. واللي هم اصحاب المتلازمه دول يا دكتور هم بيكونوا لهم نسب معينه في الذكاء او في يعني في حياتهم الطبيعيه، يعني ممكن يتفاوتوا عن بعضهم. اكيد. هو فعلا زي ما الاستاذه منى بتقول، والاي كيو تيست بتاعهم لما نيجي نعمله هنلاقيه منخفض عن الطبيعي. ولكن منهم ثلاث درجات طبعا، بنقول في منهم بسيط ومتوسط وشديد. الشديد طبعا بيبقى ليه حاجات تانية، لكن البسيط والمتوسط يا جماعه هو طفل جميل قوي، انا بحبه، انا شخصيا بحبه قوي، بيبقى ظريف جدا، بيبقى عارفه وقته كله تقعدي معاه فن على طول كمان. وظريف وبيضحك وعلى طول بيهزر، محب للحياه جدا. طبعا هو بيبقى شكله زي ما قلنا مواصفاته الجسديه بتبقى باينه كمان. عنده احنا عندنا هنا الخط في ايدينا مكتوب 81، وعنده خط عريض ماشي في ايده كده، خط واحد. احنا عندنا الخط ده صوابعه قصيره وتخينه، وعنده في رجليه الصباع الكبير بتاعهم، الاصبع الكبير بعيد عن الباقي شويه. فطبعا يعني السمات بتاعته الجسديه باينه قوي، وكمان بيبان من الحمل. يعني لو في تحليل عملناه والسيده حامل 12 اسبوع بنكتشف الطفل ده اذا كان يعني داون او لا. وعينيهم عيني بتبقى صغيره، وبيبقى في جلد ده كده مسحوب لحد جوه كده، والمناخير بتبقى مبططه زي ما بيقولوا. أيوة. صح تمام، شكل اليابانيين، وشعرهم بيمتازوا برده بالشعر الجميل الناعم. اتفضل. يعني تمام، هم طيبين ومحبين للاكل، بيحبوا. أيوة. الاكل. عندهم شراهه، نسبه شراهه في الاكل. يعني انا بس يعني انا عايزه اقول مش كلهم قبل الحلقه، انا عايزه اقول مش كلهم بياكلوا، مش كلهم. هو بصي، هو مشكله ان عندهم بيبقى ارتخاء في العضلات، حتى عضلات الفك. يعني عضلات الايدين والرجلين، حتى عضلات الفك، عشان كده عندهم صعوبه في البلع. عندهم الفم بيبقى صغير وتجويفه صغير، واللسان بيبقى اطول. ايوه. فعندهم صعوبه في البلع، صعوبه في المضغ، فعشان كده بنعمل لهم اكل هيلثي شويه، او يعني صحي شويه، عشان ياخدوا كل الفيتامينز وكل المكونات الوجبه الغذائيه يقدروا ياخدوها، عشان ما يبقاش عندهم نقص في اي حاجه. كمان بيبقى باستمرار بيعانوا من الامساك، عشان الامساك سوء الهضم. عارفه ليه؟ لان الامهات دايما ينزلوا السوبر ماركت يشتروا لهم حاجات مضره لهم، مش حاجات صحيه خالص، زي الشيبسيات والحاجات اللي هي الحاجات الخفيفه دي اللي هي. هو ممكن يا دكتور بيتجوزوا يعني لو نسب الذكاء بتاعتهم كويسه، هل لهم التزاوج والحياه وكده؟ سؤال جميل فعلا استاذه منى. هم فعلا الولاد دول بيتجوزوا وبيخلفوا، في ولاد منهم اتجوزوا فعلا وخلفوا، وفي بنت ايطاليه اتخرجت من الجامعه. يعني خلصت جامعه، يعني اللي هي الدون البسيط. انا عايزه بس اوصي من خلال وجودي هنا الامهات لازم يكتروا من شرب الميه للولاد دول عشان الامساك. التدخل المبكر يا جماعه مهم قوي، لازم نعمل لهم تدخل مبكر. اللي هو التيم ورك العلاجي لازم يدخل بدري عشان يعالجهم، لانه طبعا بيبقى شكله باين من البدايه. نمره 3، نبعد عن الجلوتين في الاكل، لازم نبعد عنه، لانهم عندهم حساسيه ضد الجلوتين. طبعا الجلوتين ده لا، وضح لهم الجلوتين ده يعني ايه، لان هم برضو احنا بنتعامل مع ناس. انا هقول لهم الجلوتين ده في القمح، في القمح، كمان في الشوفان، القمح في الشوفان، في كمان اللي هو السلط دريسنج، اللي هو الدريسنج بتاع السلطات اللي بيتباع. أيوة. جاهز برضو ممكن نلاقي فيه جلوتين، بنلاقيه في بعض الادويه برضو. فيا جماعه لازم نبعد عن الجلوتين في اكل الولاد دول، عندهم حساسيه في القولون. بص نلاقي مغص والكلام ده وكده، خاصه الحاجات اللي فيها صبغات بنبعد عنها. وكمان الرياضه. معانا هبه، اهلا بيكي يا هبه. حضرتك. ايوه يا هبه، ازيك؟ مها. اهلا بيكي يا مها. انا كنت بس سؤالي بخصوص الخيانه في زوجاتي. اهلا بيكي، اتفضلي. مش حضرتك بتتكلموا وبتقولوا لازم المراه تهتم وما تهتمش والكلام ده. انا عايزه اقول لحضرتك، انا جوزي من هو اللي ما شاء الله عليه في الخيانه الزوجيه. وعلى فكره السبب الرئيسي في الخيانه هو ان الواحد عادي، يعني بالنسبه له الزنا خيانه، هو ما يعتبرش ان هو زنا وجريمه وربنا يحاسب عليه والكلام ده كله. هو بيعتبر الزنا خيانه، علاقه عابره. انا عارفه اتدمرت بسبب كده، بسبب ان هو اصلا طبعه كده من قبل الجواز. يعني هو حتى قبل الجواز هو
ايوه ده بقى بتبقى حاله مرضيه. حاله مرضيه. يعني انت كنت عارفه كده يا استاذه مها من قبل الجواز؟ لا انا ما عرفتش عن بعد الجواز، يعني ما عرفتش علاقات الزنا اللي عملها في قبل او بعد الجواز، عرفت التفاصيل بعد الجواز. مع ذلك كنت بطنش، كنت بشوف خيانات كتير، بسمع رسائل كتير، بشوف رسائل كتير، بسمع مكالمات كتير، كنت بطنش عشان خاطر الحياه تستمر. الخيانه اتعكست عليه في ان هو بدا يشك فيا، يعني منعني من ذلك اهلي بالشك، منعني من الخروج بالشك. ما هو ده طبيعي. انا تقريبا كده حياتي شبه منفصله، لان انا خلاص ولادي وحياتي خلاص، لان ما قدرتش استحمل الوضع ده. وخاصه كمان هو بيتاكل مش مقيم، فبيروح وبيجي. فانا عايزه اقول بس ان الخيانه مش سببها الست خالص، لو حتى الست ملكه جمال وهو بطبع يمكن ان الزنا عنده حاجه عاديه وعلاقه وخلاص، ما بيراعيش ده في بنات. احنا كنا مقسمين الخيانه، بس احنا كنا مقسمين الخيانه، ما قلناش ان هو بيخون فخلاص. احنا دلوقتي عشان بس ما نحطش الراجل الوحش، لا احنا قسمنا الخيانه. قلنا الدكتور هاله بتقول ان ممكن يخون وبعد كده يتجوز، ممكن يخون هو اصلا مريض، ممكن يخون بيحب الستات، ممكن يخون مراته مهمله، ممكن يخون لاكتر من سبب. فاما الموضوع اللي هو بتاع الاخت ما فده حاله خاصه، ان هو اصلا بتقول لك قبل الجواز. طب ماشي، قبل الجواز مش بتاعتك، بعد الجواز هل اتغير ولا لا؟ لا هو كده ما اتغيرش، يبقى دي حاله مرضيه. يبقى خلاص ما فيش عيب عليكي خالص، لان الموضوع اصلا معاه مبكر يعني. صح. بس فانت معاكي ما فيش عيب عندك خالص يا مها، المشكله اصلا قديمه ولا يا دكتور؟ ايه رايك يا دكتور استاذه؟ بحس ان الدكتوره انا بتيجي على الموضوع بترجع لورا، ما بتشاركش معانا خالص. ايه؟ لا مش حكايه مش بشارك ولا حاجه، انا بستغرب يعني ان في رجاله بيبقى معاهم نساء حلوين وستات حلوين ويشوفوا يعني ايه، يعني ايه حلوين، يعني طباعهم حلوه، قاعدين في البيت خادمين بيت واللي شايلين ولادهم كل حاجه، مش مقصرين في الحياه. لا لا في العلاقه الزوجيه الزوج. انا يعني اكتر في المشاكل كسور، كنت بتكلم مع الدكتوره هنا. طبعا كسور من ناحيه ما يعني توضحي بقى للست يعني مثلا عشان نتلاشى الحته دي. اي راجل بقى ما معروف ليه غرايز، صح يا دكتور؟ هو بصي بصراحه انا لما يجيني ناس العياده لازم اولا لازم نمره واحد لازم اسمع من الطرفين، ما اعرفش اسمع من طرف واحد، لان هي ممكن تقول كلام وهو مش هقول مش حقيقي، ولكن يبقى من وجهه نظرها مش مظبوط. لازم اسمع الطرف الاخر. نقطه تانية هي بتقول ان ممكن يكون الراجل معاه واحده جميله، هو الجمال يا جماعه مش مقياس، مش مقياس للسعاده الزوجيه. انت بتعامليه ازاي؟ انت بتدي له حقه ولا لا؟ انا دايما اقول الراجل هو الاول في البيت، يعني قبل ولادك قبل اي حد لازم هو يتعامل احسن، ولازم يتعامل افضل، وربنا اللي قال لك كده مش انا اللي بقول لك كده. فهو لازم تعامليه افضل من اي حد. فمهم قوي ان انا اسمع من الطرفين، اعرف ايه يعني ليه بيعمل كده عشان اقدر احكم واقدر اتكلم معاهم هما الاثنين. فمعلش احنا هنستاذنكم نرجع لباشمهندس يحيى. مع حضرتك يا دكتور. كلمنا بقى عن الشركه بتاعتك من فضلك كده، يعني قول لي انت بتقول لي قبل ما بنصور بتقول لي احنا ابتكرت او انت ابتكرت عندكم في الشركه ابتكرت ترابيزه من غير ولا مسمار، بلس ان فيها ضوء داخلي، ممكن تشرح لنا الفكره؟ تمام. احنا لازلنا شغالين فيها، يعني لسه شغالين فيها لحد وقتنا هذا، وان شاء الله لما نخلصها هنعرضها. هي بتبقى عباره عن يعني ديزاين خشب، ترابيزه خشب، بتبقى طبعا الماتيريا بتاعتها بتبقى ارو، وبندخل مع يعني بنعملها من غير ولا مسمار، يعني شغالين فيها حاليا عندنا، وان شاء الله الفقره الجايه اجيبها اعرضها. تمام. فانا مش عايز احرق يا دكتور المفاجاه. طيب. عشان دي نعملها للمشاهدين ان شاء الله. نتكلم عن الفيديو ده. تمام. ده يا فندم ده كان باب مروحه قديم، تمام، واحنا جددناه عملناه 3D، ده بيفتح وبيتقفل، حضرتك ممكن تشوفيه كده قدام حضرتك اللي هو قطعه واحده بس، هو ده باب. تمام. انا بص حضرتك انا بفتحه بايدي اهو واخش جوه اصور الحوائط كلها بتاعت المكان. دي طرقه، تمام، دي كلها ده كله 3D، حوائط كلها 3D مع شغل الدهانات. بص عليك انا بيجي اعمل حاجه لازم انسق الالوان، اخلي لون الباب نفس اللون، يعني ده قريب حقيقي في تناسق قريب في قريبين من بعض، يعني انا مش هينفع يعني اعمل حاجه وحاجه ثانيه عكسها خالص، لازم امشي الالوان متناسقه مع بعض. تمام. يعني ده برده شغلنا يا فندم من ضمن شركتنا. ودوت كان باب برده، واحنا برده عملنا الماتيريال عملناه من جوه، عملنا بص عليك من جوه هتلاقي فيه اسريات زرع وورد 3D برضو. 3D يا فندم. ده على الازاز يا فندم. الزوجه لما بتيجي باشمهندس يحيى تختار، هل هي اللي رايها هو اللي بيبقى ماشي ولا الزوج؟ هي طبعا يعني الزوج بيبقى رايه مش قد كده.
بيعتمد على ذوق الست يعني، يقول لك هي اكتر بيعتمد على مراته، بيتعامل على بيعتمد على اخته، بيتعامل على اي حد. طب وهل صادفت ان في حد يعني جاء تربصت كده قالت لك لا انا مش عايزه ده؟ ما هي بتختار الديزاين. انا برد عليها بقى دلوقتي، انا برد على حضرتك عليك دلوقتي، انت عايزه ديزاين عايزه ديزاين معين. هل لاحظت اثناء وجودهم عندك ان هم اختلفوا وعملوا مشكله في بتحصل حاجات من دي؟ بتحصل هم بيختلفوا بس انا بقنعهم وبعرض عليهم الافضل يعني، لازم اقول لهم عليك ده افضل يعني، في حاجه افضل فدوت لا ده لازم يمشي مع ده، لازم يبقى في تناسق، لازم يبقى الفكر واحد، في اقناع ولازم يبقى الفكر معايا واحد، اصل هم اللي هيقعدوا في المكان. فانا انا كمهندس فانا لازم اعرض عليهم الافكار بتاعتي، انا لازم اقنعهم. وحضرتك بتربط الحاجات دي بالاساس طبعا اللي موجود والديكور والحاجات دي كلها، السيراميك اللي معمول او الثري دي اللي انا بطلع اشتغل او البورسلين او اي حاجه بطلع ممكن يعني بطلع امسك الحاجه من اولها لاخر. ما شاء الله، بالعفش بالموبيليا بالديكورات الحوائط بالاسقف بسخانات بالتكييفات بكل حاجه فندم. ما شاء الله حلوه قوي، جميله فعلا، فكره حلوه، حاجات جميله فعلا. نرجع للشيف هاني، ها اخبارنا ايه؟ الروايح بدات تطلع، ايه رايكم؟ هي طالعه من زمان بصراحه. خلصنا لوبيان الفروت وهنعمل العصيره، عقبال لما الفيليه خضار ان شاء الله يستوي هنحط الرمان والزبادي. الزبادي ده لايت مش كده؟ زبادي لايت. احنا برضو لازم انا انوه للساده المشاهدين ان لازم اللبن والزبادي والحاجات دي كلها لاولادنا الدون يبقى لايت. ليه؟ لان هم نسبه الامتصاص عندهم اقل من عندنا من 10-15%، يعني دي معلومه ما حدش برضو يعرفها قوي. الغده الدرقيه عندهم فيها شويه قصور، فما يعني الحاجات عندهم تمتصش بسرعه. فعشان كده تلاقيهم فات شويه او اضخم مننا شويه، على الرغم ان هم عندهم سوء تغذيه باستمرار. فعشان كده لازم نهتم بزيت الزيتون، الدهون المشبعه، نستخدم الدهون المشبعه، نستخدم كمان الزبادي اللايت والالبان تكون لايت. طيب دلوقتي يعني انا شايفه كده ان انتوا بتتكلموا على ان بترجعوا سبب الراجل الخاين او راجل المزواج او للزوجه. لا ما قلناش للزوجه، الدكتوره هاله هتشيلنا الموضوع. شكلنا هنشيلها احنا. احنا قلنا دي بتبقى حالات فرديه، مش بتبقى مع مش بتبقى دايما الزوجه، مش بتبقى دايما الزوج. يعني مها لما اتكلمت قالت زوجي من قبل ما اتجوز. طيب يبقى اصبح ان دي ده موضوع مرضي. يبقى مش هنقول لها اتطلقي او هنقول لها تكملي، او على حسب هي ان على حسب ما ربنا يديها الصبر لاستكمال الحياه الزوجيه. يعني هي ممكن تتعايش، بتقول مش قادره اكمل، وده الطبيعي اصلا. مين اللي تستحمل ان جوزها كل يوم يبقى مع واحده او كده؟ انا افضل لي ان هو يتزوج، يتجوز مره واثنين وثلاثه واربعه افضل، ان هو كل شويه يخونها مع واحده. فان هو يخونها مع حد دون زواج فده بيدل على اهانه لكرامتها هي. يعني حضرتك بتشجعي تعدد الزيجات؟ شوفوا دخلتني في ايه بقى. يعني انا ممكن اكون بشجع. بصي هو الموضوع مش تشجيع ولا اي حاجه، احسن ما يمشي كده ولا كده. يعني هي دلوقتي بتقول زنا، طب اهن ولا افضل؟ لا يعني قصدي حضرتك قدرات، يعني لو قدرات الزوج يعني لو الراجل قدراته انه يتجوز اكتر من زوجه. هو ايه القدره؟ يعني ايه القدره؟ ماليا، قدراته الماليه والجنسيه وكل القدرات. يعني هو مثلا هيروح ما هي بتقول لك ماليا، هو انت دلوقتي ماليا انت شايفه اصلا ان في الظروف الاقتصاديه تسمح ماليا؟ افرض عايز يتجوز وعنده مشاكل ومشاكل مع زوجته، يبقى مش هنربط المال بكل حاجه، يشوف حد. ما هي بتساعده بقى، يعني هي المفروض الزوجه الثانيه بتساعد. لا الجديده بتساعده. الجديده بقى تساعده. طيب انت برضو استاذه ناديه بتحددي تعدد الزيجات؟ لا يعني اقصد بتشجعي او بتوافقي على الكلام ده؟ لا. طب ليه كده؟ انا احب الاستمراريه في الحياه الزوجيه، وهي تعالج من نفسها وهو يعالج من نفسه. الست يعني قديرة على ان هي تحسن من كل حاجة فيها، والحاجات الحلوة اللي هو بيشوفها في واحدة تانية هي ممكن تعملها كل حاجة. بس هي تبقى مش عايزين نتكلم. هنستأذنك يعني هنستأذنك. اتصال. اهلا بيكي يا كارما. الو مساء الخير يا دكتور. اهلا بيكي كارما. ايوه اهلا بيكي، منورانا. اهلا بيكي، اهلا بحضرتك. اتفضلي. ميرسي. معلش ليا سؤال استحالة. اتفضلي. هو ممكن الراجل يحب اتنين في وقت واحد؟ ممكن يحب اتنين في وقت واحد. ممكن. هو الراجل مخلوق على انه يقدر يتعدد في الحب، يعني في المشاعر وفي الزيجات برضو، يعني دي التركيبه بتاعت الراجل. لكن الست بتحب واحد بس.
يعني هو ممكن يحب اتنين في قلب واحد؟ ممكن لا. يحب اتنين في وقت، يعني لو راجل ليه زوجتين صعب قوي والاتنين كويسين معاه، لا ممكن يحب الاتنين مع بعض. انا شفت حالات كتير جات لي العياده كده. لا هو ممكن يكون بيحترم واحده ومعجب بيها وبيقدرها والاخرى بيحبها. في راجل بيحب الزوجه في راجل بيحب الزوجه. كارما معانا لسه ولا قفلتي؟ زي مامته، طباع مامته، بيحب فيها اكل مامته، شكل لا لا مامته. هي بتتكلم على الاثنين زوجتين او اتنين، يعني اصل في دايما انا بيجي لي العياده الحالات دي كتير قوي. تقول لي ده ما دام اتجوز عليا يبقى ما بيحبنيش، واجي اقعد مع الراجل زي ما قلت لحضرتك، انا بقى دايما بقعد مع الاثنين عشان اسمع الاثنين، الاقيه يقول لي انا بحب الاثنين، اقول له طب الدرجه؟ يقول لي لا بحبهم هما الاثنين. وعايزه اقول يا جماعه سيدنا النبي لو تعرفوا عليه الصلاه والسلام كان بيعدل، كان بيعدل بس جه في ناحيه حته الحب السيده عائشه. ف يبقى القلب ما بيسعش غير واحد. التمره، لا 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 هو احكي يا دكتوره قصه التمره. القصه لما كان الساده المشاهدين عارفينها بس احنا ما بنحبش ندخل الامور كلها في. فعايزه اقول لك، يعني عايزه اقول لك يا كارما اطمني، ممكن الراجل فعلا يحب اتنين في وقت واحد بس الدرجه بتزيد. مش عارفه من الدكتور ليه. لا الدرجه الدرجه بتتفاوت، يعني هو يحب الزوجتين بس في درجة بتتفاوت. بيحب مين بقى؟ بيحب اللي بتطيعه، اللي بتكبره، اللي بتديله برستيجه قدام ولاده وقدام المجتمع، اللي يعني عايزة أقول اللي بتسمع كلامه هو بيحب دي. جميل. مش بيحب الغنية الجميلة، مش مقياس خالص. يعني مش مقياس خالص، المقياس هنا الطاعة، الراحة، مرتاح في بيته، بتطيعه، بتقول له حاضر. يا جماعة دايما أقول كلمة الراجل هي الفيرست، هي الأول، ما ينفعش كلمتك تبقى هي اللي في البيت، كلمة الراجل. ولا إيه رأيك أستاذة نادية؟ في راجل أنا مع حضرتك يا دكتورة، بس في راجل دايما يحب إن المرأة كل حاجة هو يقولها لها تقول له حاضر. ما انا ونعم صح وطيب. لا بس اقول لك هي بتريح. لا 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 مش بتريحك كلمه حاضر. قولي حاضر، قولي حاضر، قولي حاضر. لا 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 قولي حاضر. هو انت في البيت 24 ساعه حاضر بتقوليها؟ انا والله استعاله تكون بتقولها. لا 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 هو ما فيش حاجه اسمها ان هو لازم ان يقول حاضر حاضر حاضر. لا هي اللي تقول حاضر خالص خالص على فكره. لا والله احنا في زمن دلوقتي مقلوب تماما. لا 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 دلوقتي هو اللي بيقول حاضر، هو اللي بيقول نعم. والله والله بجد انا مش انا كنت بتكلم مع الدكتوره هي اللي تمشي كلامها على الراجل. طب بقى امانه ربنا في البيت مين بيقول حاضر ونعم؟ لا برضه اسمحي لي يعني في كتير اسمحي لي. فلا هو دلوقتي الامر معكوس شويه، الراجل هو اللي بيقول حاضر ونعم عشان يعدي الامور مع الست، لان في ستات كتيره جدا متسلطه فعلا. ده مش صح. والله الست المتسلطه مش صح خالص. مشكله اولا لو هي عندها اولاد بتكسر التمثال بتاع جوزها قدام ولادها. لازم تكبر ولادها، لازم تكبر جوزها قدام ولادها. والمشكله ان هي نرجع لكلمه بابا، انا جبت منه اولاد فخلاص هيروح فين يعني؟ ما هو راجع لي، راجع لي. لا هيروح وهيروح وهيروح طبعا. لا في اولاد بتربط ولا طبعًا. في عشره بتربط ولا طبعًا. في اي حاجه. اللي بيربط الاحترام والتقدير للزوج، احترمتينا، قدرتينا، حبيتينا، وفرتي لي الجو اللي اي زوج محتاج يعيشه. خلاص حبيبتي العمر كله، ما فيش اي حاجه من دي، خلاص هيروح. حتى الاولاد لما بيشوفهم العلاقه اللي بتبقى بين بابا وماما مثلا، ويشوف الاسلوب اللي بيتكلموا بيه، بينشأوا على كده، يتخيلوا نفسهم ان هم لما يتجوزوا ويكبروا هيبقوا كده. طب ما ماما بتعمل كده، هو ده حقيقي، بابا بيعمل كده، هو ده حقيقي. يعني دايما الولاد بيقلدوا قدوة. القدوة الام القدوة في كل حاجة. استأذنكم نرجع للشيف هاني. هاي شيف هاني الروايح هايلة بصراحة. تسلم. قدامنا 5 دقايق ونبقى جاهزين كل طلبات. طيب كده مهم قوي عرض الـ يعني الـ البرزنتيشن قدام الولاد دول، بيحبوا قوي العين. العين لازم. بالنسبة للروبيان فروت هو جديد للأطفال، يعني رسب جديد وفي نسبه فواكه، فيتامين عالي جدا، ده مفيد ليهم، والاطفال بتحب الجديد يعني تنويع. اطفالنا كمان الدون يا جماعه مهم قوي ليهم، الالياف. الالياف مهم عشان القولون، عشان الجلوتين اللي هو عندهم مشكله في القولون بسبب الجلوتين، وعشان الامساك. فلازم ناكل في كميه خضروات كتير جدا وكميه فاكهه، بس نبتعد عن السكر. ليه؟ لان بيبقى فيهم ولاد هايبر اكتيف، بيبقى شويه عندهم نشاط زايد. فالسكر بيزود النشاط ده، فلازم نقلل السكر عشان كمان السمنه. وكمان الخضار انه
هما ما بيحبوش بشكله الطبيعي يعني زي الكوسه والخيار والجرجير والحاجات دي. ممكن احنا الشيف يقول لنا برضه ان احنا ندخله في حاجات بطريقه سوفت، حاجه ناعمه، بحيث ان هما ما يحبوش الحاجات دي الاطفال. والله عموما نستاذنكم معانا اتصال. اهلا يا سيد. اهلا يا دكتوره. اهلا بيك، ازيك؟ ازيك؟ صحه الحمد لله تمام. سلام لضيوف الحلقه وسلام للقصر كله، وتحياتي ليهم وسلامي للشيف هاني على البرنامج اللي هو عامله وبالمنين اللي هو عامله. اهلا بيك. تحياتي ليكم كلكم مع القصه مع الشيف هاني. ميرسي يا فندم، ميرسي لذوقك. اتفضل، عند حضرتك سؤال ولا بتحيينا؟ نشكرك 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 يا سيد، ميرسي على تحياتك. اتفضل. اتفضل يا باشمهندس يحيى، كلمنا عن شركتك كده تاني. احنا عندنا ان شاء الله يعني ديكورات يعني ما تسمى يعني افضل وانضف واحسن ديكورات، يعتبر في مش في مصر بس، لا في الشرق الاوسط. يعني بيطلبني ناس من خارج مصر ان اطلع اشتغل معاهم، او اطلع نشتغل مع بعض ونفتح مكان او نفتح فرع او نشتغل، يبقى في شغل ما بيننا بنشتغل مع بعض. يعني عندنا ديكورات، عندنا بنشتغل الحمد لله النهارده في كل حاجه. يعني دلوقتي عندنا افضل حاجه في الديكورات هي 3D، يعني معروفه يعني عالميا، اذا كان في فرنسا او في مصر او في اوروبا او في اي دوله اوروبيه، كله النهارده بيشتغل ديكورات 3D. وفي بقى الكلاسيك وفي المودرن وفي التراث، في شغل تراث نازل برده معانا، تراث 3D، في كل حاجه معانا، في شغل مطاعم وفي شغل فنادق وفي شغل شقق، وفي الحمد لله معانا ديزاينات كتير ومعانا شغل كتير ممكن نعرضه وممكن نجيبه وممكن نشتغل بيه. الحمد لله عندنا شركتنا النهارده شركه 3D ارتست، يعتبر الحمد لله يعني من افضل الشركات اللي مسمعه الحمد لله في الشرق الاوسط، ده بفضل ربنا. يعني حقيقي ممكن تسافر بره، حد طلبك بره مصر؟ يا فندم انا سافرت شهر 3 اللي فات، لا اللي قبليه كنت في السعوديه. كنت بعمل شغل هناك، نزلت عملت شغل هناك لامير وخدت بعضي وجيت تاني. تمام، هو مطلوب برضه في السعوديه بس عشان خاطر كورونا وعشان خاطر الازمه اللي البلاد كلها بتمر بيها، فطبعا السوق الاسواق كلها ما ينفعش حد يسافر، ما ينفعش حد يجي، في الاستيراد والاستيراد والتصدير واقف، ففي حاجات كتير قوي يعني في البلد خانقانه شويه. يعني احنا برضو يعني لازم نقول علينا بس يعني الله يكون في عون الناس كلها. طب حلو قوي ان يعني ده على فكره وجهه جميله لمصر، وواجهه مشرفه انه بيطلع يسافر بره يعمل شغل مصري، بيطلع يعمل شغل في السعوديه، في قطر، قلت لي في الاردن، السعوديه، في الاردن، وقلت لي قبل كده في تونس، دول الخليج. حلو قوي قوي يعني، تمام، ده حاجه جميله ومشرفه. كانت جالي روسيا برضه يا دكتور، ويعني برضه بسبب موضوع كورونا جميل ما عرفتش اسافر يعني. فقلت ان شاء الله برضه يعني اجي يعني اشتغل على نفسي واعمل حاجه برضه في بلدي. اكيد طبعا، لا اكيد المحنه دي تعدي ان شاء الله. كل يعني الحمد لله انا مفيش شهر بيعدي عليا غير لما بعمل حاجه جديده، ان انا بحب ابقى شغال بس بحب اشتغل، بحب ابتكر. لا يعني احنا معلش احنا كفراعنه من زمان احنا مصنفين يعني اول عالميا طبعا. واجمل حاجه عندك في شركتك انا ملاحظاها الابتكار، يعني الحمد حقيقي لله. دي حاجه جديده والالوان في مشكله ثانيه جات لنا على السوشيال ميديا بس هنناقشها ان شاء الله بعد الفاصل، استنونا. ورجعنا لكم تاني حضرات السادة المشاهدين، وهنتكلم عن المشكلة اللي جات لنا برضو، نفس المشكلة بس المرة دي هنسمع رأي الباشمهندس يحيى في حل المشكلة دي. والله يا دكتور يعني احنا على طول بنجيب الغلط، انا معاكم يوم الحلقة بس على طول بنجيب الغلط يعني في الرجال ففي برضو يعني في حريم المفروض يعني زي ما في غلطات على الرجالة في غلطات على الحريم، فمش لازم يعني الكل يعني يشيله يعني اللي يشيله الراجل، ففي جزء كبير من الست في البيت انها لازم تحافظ على جوزها ولازم تخلي بالها منه ولازم تراعيه. يعني مش معقول الراجل على طول هو اللي خاين او الراجل، لا ما في برضه تبقى ست خاينه وفي ست برضه يعني في زي ما في كده زي ما في كده. هو انا معايا فعلا صح، زي ما في كده زي ما في كده، وانا اصلا قايله لك القعده وساكت ده مش مريحاني. انا عايز اتكلم والله انا عايز اتكلم من بدري يعني. طب تقولي ايه يا استاذه منى كلمه سريعه كده؟ السكوت ما برتاحش اللي بيسكت. لا هو قاعد كلمه سريعه كده تقوليها في ودن الست في البيت. كلمه سريعه في ودن الست، اعتبري جوزك زي ابنك الصغير، دلعيه هشكيه حبيه، ما تبصلوش ان هو كبير وعليه مسؤوليات اكل وشرب ومصاريف وهات وروح وادى وانا راكبه
عليك انا وطين نيابه عليك. انت فين جاي هتفقديه؟ الشيف الشيف بقى يقول لنا كلمه في الموضوع بتاعنا وتقدم لنا بقى الشغل بتاعك. والله انا من رايي ان الست والراجل يبقى في تعاون في حل المشاكل في اي امور، مشاركه تكون قويه يعني. تمام. احنا النهارده عملنا روبيان بالفروت سب جديد وجميل جدا، عالي الفيتامين جدا، عملنا فيليه بالخضار، مجموعه خضروات فيتامينات بتكمل بعضيها. بتدينا باور كويس. العصير باردور سبه جديد، الرمان مع البرقوق مع العسل والزبادي والبنجر، هما تركيبه فيتامين عالي جدا 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 بالنسبه للاطفال والكبار. وليهم الشعر برضو علاج للشعر. هو بيبقى كليا، مش يعني احنا بنتكلم على مفيد للجسم عام يعني. انا طبعا بشكركم كلكم، اشكر الاستاذه ناديه واشكر حضرتك يعني ما سيبناش سرقه والاستاذه منى ما قلتش حاجه. انا جاي عشان ازور الروبيان الرهيب ده. عايز اعرف. واستاذه منى وباشمهندس يحيى، وبشكر فريق العمل كله، وبشكر القناه الجميله قناه الصحه والجمال. واستنونا ان شاء الله الحد الجاي الساعه 11 في حلقه جديده من برنامجكم كلام عسل.